بين الشباب طارق سويد او جورج خباز؟ ليك ملا اسئله هلا كمان ما كثير، اثنين واصحابي كثير مش شوي، واحد مش حيزعلوا عقل. مين اقرب؟ مش يعني طارق على تماس معه بس اذا رد على التليفون طبعا وجورج دائما ما بيرد طارق على التليفون؟ اذا دقيت له هلا على الهواء بيرد ولا يا حرام الشوم عليه؟ دق له ليش هو على الهواء؟ ما بنعرف ولا ممكن يا رجل ليك يا حرام الشوم. إذا طارق عم بيحضرنا حضر سؤال محرج. أستاذ فيك شو اسمه؟ فيك تتأمل بحكومة من اختصاصيين؟ ما فيك تتأمل فيها هذا. هل عنده برد؟ هل قد يعني؟ طارق رد. ليك شو كاتبه حتى؟ أوف رفيقي برايفت. واو. العمى يطرقنا ويرد هلا. نحن لايف هلا خلينا الحلقه ماشي خلي بركي اذا بس مدق له انا وجوزيف شو اذا بركي رد علينا شو ايه جرب بركي ما برد عليك انت طلال طارق يا رفيقه ليه ما بترد يا طارق بيحكيك ايه ايه حبيبي خلصت لا ما خلصت انت ما عندك تلفزيون هلا جيت وين كنت رايح انت مش منا وجر انا هلا بمنه بعدين الجر شو ما عم بفهم عليك لك نحن على الهوا كذاب وحياة الله نحن على الهوا الله كذبه يا قلت لي شي كذبه طارق كيف بتغنشوا عادة؟ رفيقي بس؟ رفيقي وتحت الهوا لا والله رفيقة قالوا هو كمان بعد رفيقة من نحن وغرار شفت كيف؟ طارق نحن وقت نتصل في فقرة بالبرنامج بنعملها دايما رح نطلقها هلا هو وقت نتصل بواحد على التليفون بيعطينا سؤال محرج للضيف بقى شو سؤالك المحرج لطلال جرد الليلة؟ عم شغل ما برد على التليفون مدري اللي ردات بعت لي شي 10 واتساب لرد عليه هالقد ها؟ يا طلال ما قلني ما رد العمى طرقتني ورديت سؤال محرج من طارق سويد لطلال الجردة يا ويلي بدي اسأله شيء محرج لا ما فيي زلمة هيدا خيي يلا طلال نحن على الهوا بقطع بخبص نعرفك جري طيب يلا بسأله شال فكرة الزواج من رأسه على الآخر يحرق دين هالسؤال شايف فكرة الزواج من راسه على الآخر؟ ايه يا خيم لا أنا قلنا اللي فيه نصيب هلا حتى لما نسكر الأبواب حكي بالموضوع؟ ايه أنت عم بيقولوا في شيء الموضوع كثير بيعصبه في شيء وحدة؟ والله هيك ما فيك تقول؟ اسأله شيء ثاني؟ اسأله شيء ثاني يلا أكيد بحس سألته يا بيير انه رح يروقها شوي بيعطي رايه بطريقه شوي ليلي اكثر دبلوماسيه اكثر فات الاوان فات الاوان والله ما عندي شيء والله ما عندي طارق سويد شكرا كثير لك وناطرينك نشوفك بمنا وشير ورد كمان على التليفون ولا رد على التليفون سؤالين للأمينة رد على التليفون وما كان عم يحضرنا لا وطرق السؤالين يلي بينسألوا عادة يلي يعني النصايح بنعطوني دايما